يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك البعض من أقاربي يقع في هذه البدعة وهي الذكر بالاسم المفرد، فيقول الله الله أو بالضمير مع التمايل يمينا وشمالا على بعض القصائد المصحوبة بالموسيقى ويسمونها ذكرى، وفيها يا فضيلة الشيخ كلمات شركية من دعاء غير الله واستغاثة بالأولياء. سؤاله يقول ما حكم هؤلاء الأقارب وهل يعذرون بجهلهم في هذا؟ كذلك يذبحون عند القبور، عند قبور الأولياء، فما الواجب علي تجاههم وما حكمهم؟ الواجب تعليمهم، ولا جهال، ربما أنهم أدركوا من يعمل هذا العمل وظنوه، راسيما من ينتسبون إلى العلم أدركوهم أو أمروهم بهذا ووثقوا بهم وقالوا هذا أو فعلوا هذا الشيء عن جهل، فأنتم نكثرهم وبينوا لهم لعل الله يمن عليهم بالقبول وأنتم تحصلون الأجر إن شاء الله. ولا وش فائدة طلبة العلم وفائدة العلماء إلا أنه يبينون للناس، يذكرون الناس وينشرون ما تعلموه في بلدانهم وفي أقاربهم، وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الفائدة تعلم العلم. نعم.